دلوقتي خلينا في الختام كده نسأل السؤال اللي يهم الناس، هل أعرف أسترد الفلوس بتاعتي اللي اتضحك عليا فيها واتنصب عليا فيها، ولا خلاص كده أستعوض ربنا؟ لا، في القانون بصي يا حضرتك، من أهم مظاهر سيادة الدولة هو حفظ الحقوق، فبالتالي القانون نظم طريقة استرداد الفلوس بتاعتي إن كانت سددت بغير وجه حق، منها التقاضي، منها اتخاذ الإجراءات القانونية الجنائية، اللجوء للنيابة العامة، اللجوء للجهات السيادية أو صاحبة السلطة أو صاحبة الضبط القضائي إن أمكن، زي الجهات اللي احنا اتكلمنا عنها النهاردة. يعني احنا قلنا يمكن في العقوبات الشخص بينتظره غرامة ووارد جدا يتسجن طبعا. هل بقى الشخص ده ملزم ان هو يرد للناس دي فلوسها، ولا الموضوع بيمشي ازاي؟ لا يا فندم، هو ملتزم بالرد، لأن الأحكام دايما كمان بيبقى فيها رد. جميل جدا. ودي يمكن هو كمان عشان يتوقع الحبس. يعني غالبا من خلال يعني خبرتنا، ان الشخص المتهم دوت او الجاني دوت في الجرائم اللي من النوع ده، عشان يتوقع الحبس وبيلجأ للمجني عليه ويردوا له حقوقه، او حتى يفاوضه على جزء كبير منها، او مع يتجنب العقوبة الكبيرة. يعني احيانا بيبقى المجني عليهم مجموعة كبيرة بتنظم جماعة او جمعية بشكل قانوني منظم عشان تقدر تحدث اثر تمام وقوة ضغط على الجاني المتهم في الحالة دي عشان يقدر يردوا لهم فلوس.